التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصرية، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر، وفي ضوء المبادرات الصحية 100 مليون صحة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون بين مصر والمنظمة. وأكد الرئيس السيسي أن الدولة مستمرة في تعميم هذه المنظومة لتوفير التغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية، كما ثمن دور المنظمة خلال جائحة كورونا. من جانبه أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالجهود الوطنية المصرية في مجال الرعاية الصحية، والتي ساهمت بشكل لافت في الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين المصريين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له ليتكامل مع عملية التنمية الشاملة في كافة القطاعات بالدولة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي لاستعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني. كما اطلع الرئيس السيسي على الجهود الجارية لتطوير مطاري شرم الشيخ وسانت كاترين استعدادا لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في القمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ. بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء، ناقشت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني مع محافظ جنوب سيناء خالد فودة العروض الفنية المزمع إقامتها بعدد من الأماكن السياحية بمدينة شرم الشيخ والمقامة ضمن فعاليات قمة المناخ COP27. وتناول الاجتماع اقتراح عدد من الأماكن السياحية الحيوية الهامة لتقديم هذه العروض التي تبرز الهوية المصرية أمام كافة المشاركين بCOP27 من مختلف جنسيات العالم. أطلقت قوات الحوثي عددا من الصواريخ على محافظة مأرب شرقي اليمن، وأعلنت وسائل إعلام يمنية عن تضرر عدة منازل جنوبي مأرب جراء القصف الحوثي. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يعتزم لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في إندونيسيا الشهر المقبل. كما استبعد الرئيس الأمريكي أن يستخدم بوتين سلاحا نوويا تكتيكيا في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. سمع دوي 5 انفجارات في مدينة خيرسون جنوب شرق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وأوضحت مصادر روسية أنه تم إطلاق أنظمة الدفاع الجوي، وكانت مدينة خيرسون واحدة من أوائل المدن التي سيطرت عليها القوات الروسية في فبراير الماضي. أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش بتفاني الاتحاد الإفريقي ومثابرة قادته من أجل تحقيق السلام والاستقرار في قارة إفريقيا. وأضاف غوتريتش أن القادة الأفارقة قرروا التعلم من الماضي وألهموا العالم من خلال إنشاء هذا الاتحاد الإفريقي ليقوم على التعاون والتضامن بين الشعوب الإفريقية. ودعا الأمين العام جميع القادة في مجلس الأمن وفي القارة الأفريقية وخارجها إلى عدم ادخار أي جهد في دعم الاتحاد الإفريقي من أجل تحقيق هذه الأهداف. أعلنت الهيئة الوطنية الأمريكية المعنية بشؤون المحيطات والغلاف الجوي أن حجم الخسائر المادية التي خلفتها الأعاصير هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 15 مليار دولار. وفي بيان ذكرت الهيئة أن إعصار إيان الذي ضرب فلوريدا الشهر الماضي ودمر مناطق عديدة كان الأحدث في سلسلة الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة هذا العام. تلقى صاروخنا فضائي تابع لوكالة الفضاء اليابانية ومحمل بأقمار صناعية أمرا بالتدمير الذاتي بعد فشل عملية إطلاقه، ولم تؤكد وكالة الفضاء اليابانية جاكسا في الحال المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام، ومفادها أن الصاروخ إبسيلون تلقى أمرا بالتدمير الذاتي بعدما اكتشفت الوكالة أنه يعاني من مشكلة تحول دون تحليقه بأمان. وبحسب وسائل إعلام يابانية فإن هذا أول صاروخ فضائي تفشل اليابان في إطلاقه منذ عام 2003.
は破壊されたかどうかを含めてもまだわからないです。حسم فريق ريال مدريد الإسباني تأهله إلى دور 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما حقق تعادلا في الوقت القاتل مع شختار دونيتسك الأوكرانية بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة من المجموعة السادسة للمسابقة القارية. كما تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور نفسه بعد تعادله سلبيا مع كوبنهاجن الدنماركية ضمن منافسات المجموعة السابعة بالبطولة. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.